اهلا 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 بالعسل السم. انت عارفه ان الملائكه بيغطوا راسهم؟ يعني حتى لما اسالك عامله ايه تجاوبيني بسؤال. صح، برافو عليك. قلت لهم طلعتي بتتكلمي ايه؟ اسمك تاني هو معناه سؤال جميل قوي، برافو عليك. ابونا رامي. اشمعنى شكل الصليب؟ المبنى نفسه معمول فتله اللي موجوده جوه الشمعه موجوده في القلب. مره تعمليه الفيره، مره تسرحيه، خلاص. وانا هستنى لو في سؤال تاني المره الجايه واجاوبك عليه. هاي صحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين. ركزوا معايا قوي 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 عشان النهارده اسالكم على حاجه. انتوا خدتوا بالكم من عيد القيامه الكنيسه كان شكلها متغير خالص خالص خالص؟ حد منكم خد باله؟ انا خدت بالي. كل الكنيسه كانت لونها ابيض، الحيطان، الستاير، كل مكان كل مكان كله. وكمان في كل قداس بلاقي ابونا والشمسة شايلين صلبان يسوع معايا صلبان بيلفوا بيها كل الكنيسه. ايه ده؟ وده صغير ولا ايه؟ روحت سألت ماما بسرعه بسرعه، يا ماما هو القداس اتغير ولا ايه؟ ماما قالت لي لا، عشان احنا في ايام الخمسين فالقداس كده. طبعا انا ما فهمتش حاجه. وايام الخمسين دي في حد واحد بس يقدر يفهمني، ابونا يوسف. بس قبل ما اكلمه واتصل بيه اكلم اصحابي. الخمسين اللي بعد ما ربنا صعد للسماء كان قاعد كان بيظهر للتلاميذ واحنا بنكون فاطرين فيه. ما اعرفش حاجه بصراحه. ايام الخمسين دي ايام احنا يعني عشان بنفرح بربنا فيها ان هو قام من الاموات، فبنفطر طول الوقت وحتى ما فيش صيام يوم الاربعاء والجمعه وكده. مش قلت لكم ما فيش غير ابو يوسف بس هو اللي هيفهمني؟ اكلم ابو يوسف. اهلا ميرا. اهلا يا ابونا، ازيك؟ كويس، نشكر ربنا. وانت اخبارك؟ انا تمام. كل سنه وانت طيبه. وقتك طيب. فرحانه الايام دي؟ طبعا، مش في العيد يا ابونا. طب احكي لي ايه سؤالك الجديد النهارده؟ عايز اعرف يعني ايه 50. 50 ده رقم مش كده برضو ولا ايه؟ 50 يعني 40 زائد 10 و 30 زائد 20. برافو عليك، ده انت شاطره خالص. 50 دي هو من يوم عيد القيامة لغاية عيد حلول الروح القدس. لو اتحسب العدد ده، العدد الأيام، هتلاقيهم 50 يوم. والحقيقة إن 50 دي ليها بقى حاجات حلوة قوي. أنا عايز بقى تقولي لي يا شاطرة، أنت بتروحي الكنيسة بتشوفي إيه غريب أو شكله عجيب أو حاجة ما بتحصلش غير في 50 المقدسة؟ قولي لي إيه؟ اول حاجه خدت بالي منها الكنيسه كلها لونها ابيض مش اسود. برافو 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 برافو، ادي اول حاجه وملحوظه مهمه جدا، انه الكنيسه ابيض في ابيض كاننا في السماء بقى بجد. طيب ايه كمان لاحظتي حاجه تاني؟ اللي ابونا خلاص بقى يصلي جوه الهيكل. ابتدينا ندخل الهيكل بعد ما كنا في اسبوع الالام مش بندخل الهيكل غير يوم خميس العهد بس كده، وليله ابو غلامسيس او الليله اللي هي ما بين يوم الجمعه وما بين يوم الاحد. برافو عليكي. طب مش لاحظتي انه بنستعمل الدف كتير؟ مع اننا في اسبوع الالام كنا ما بنستعملش الدف خالص. يا ابونا صح. اصل الدف ده عامل زي الزغاريت،
تبص تلاقي المعلم او الشماس يمسك الدف كده ويقعد يزغرط 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 واحنا نبقى فرحانين والالحان بتاعتنا فريحي. من ضمن الحاجات الالحان فريحي، النغمة بتاعتها تبص ييجوا في الاخر يطولوا فيها بشكل حلو كده، والشماس يمسك او المعلم يمسك الدف ويقعد يضرب بالدف واحنا نبقى ايه مزقططين، ونفوسنا مزقططة وارواحنا مزقططة وقلوبنا مزقططة والالحان طالعة بطعم جميل وبشكل جميل. ده كمان من ضمن العلامات بتاعتنا. اسألك سؤال وحاول انت كده تكتشفي الاجابة، هو امتى الواحد يلبس ابيض؟ ليه الكنيسة في الوقت ده تلبس ابيض؟ فكري انت كده وقوليلي. نلبس ابيض في الفرح. نلبس ابيض في الفرح، برافو عليكي. مش العروسة بتلبس ابيض؟ صح. طب ايه كمان، ايه كمان ممكن الواحد يلبس فيه ابيض؟ لما مثلا 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 لما نيجي ندخل الهيكل، ينفع ندخل الهيكل واحنا لابسين ملون او لابسين اسود؟ لا برضو يبقى ابيض، لازم يلبس. طب الشماس ممكن يلبس قميص اخضر كده جميل ويخش بيه الهيكل؟ لا يبقى يلبس ابيض، يلبس دنيا بيضة. اهو كده هوت اللبس الابيض معناها ان احنا فرحانين، والنغمة بتاعتنا الفريحي معناها فرحانين، واستعمال الدف معناها فرحانين. هي الايام دي بتبقى فرح في فرح. الخمسين المقدسة بقى يا بنتي كمان لما بنيجي نصلي في القداس هتلاحظي حاجة مهمة قوي، اللي فيه سير القديسين، اللي فيه قصص القديسين، اللي هو يقول في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار عيد استشهاد أو عيد نياحة أو تأسيس كنيسة، أو هذا اليوم يوافق ما يتقليش خالص. كل الخمسين يوم ما فيهمش سير قديسين، كأن الكنيسة بتقول إن إحنا الخمسين يوم دول هنحتفل بس بالقدوس، والقديسين نفرح بيهم ببقية أيام السنة. الخمسين يوم دول هيبقوا خاصين، عينينا متركزة على بابا يسوع بس، على قيامته بس، على فرحنا بالقيامة وبس. والفكرة دي فكرة إذا كنت أنت يا بابا يسوع بتدينا طول السنة إن إحنا نحتفل بإخواتنا وأبائنا وقديسينا وشهدائنا، فإحنا هنخصص الخمسين يوم دول بقى بصراحة نحتفل بيك انت وبس. فالخمسين يوم دول كمان يمتازوا القداسات اللي فيها ان ما فيهاش سير قديسين. كمان في الخمسين يوم دول بنعمل دورة. دورة يعني ايه؟ دورة لفة كده هو تبقى سبع لفات، يجي قبل الانجيل ابونا يمسك الشريعة، وابونا تاني او شماس تاني يمسك الايقونة او الصورة بتاعت القيامة ويبتدي يحطها كده هوت ويمشي قدام ابونا، وابونا يبخر ويصلي صلوات كده والشمامسة تصلي الحان، ونعمل زفة سباعية ثلاث لفات حوالين الهيكل جوه، حوالين المذبح جوه الهيكل بنلف ثلاث مرات، بعدين ثلاث مرات حوالين الكنيسة في الصحن بتاع الكنيسة، وبعدين مرة تاني جوه الهيكل. ليه سبعة؟ علشان افتكرنا انه في مرة من المرات كان في مدينة صعبة جدا ومليانة خطايا ومليانة حاجات وحشة، وربنا كان عايز يدخل هذه المدينة علشان يخلي المدينة دي لولاده وتبقى أرض الموعد. البلد دي كان اسمها أريحة. ربنا قال لهم بصوا انتوا هتعملوا الآتي. نعمل ايه يا رب؟ ده البلد دي بلد ضخمة والسور بتاعها ضخم جدا، السور بتاعها كانت الناس بتسكن فيه، يعني عاملين شقق وفوق منها شقق تانية وفوق منها شقق تالتة، فمين هيقدر يدخل البلد دي؟ ده متحصنة جامد جدا. لهم بصوا لفوا حوالين السور ده سبع مرات ومعاكوا الكهنة وبوقوا وسبحوا واتفرجوا اللي هيحصل. في سابع مرة في سابع يوم بصوا لقوا السور كله بتاع أريحة، كل السور ما تبقاش منه حاجة، راح نزل راح نزل على الأرض. إيه اللي حصل؟ قالك إنه لو سبحنا، ورقم سبعة ده رقم كمال، لو سبحنا كل التسبيح، لو عشنا حياة التسبيح، سور مملكة الشيطان تتهد. يعني إحنا في حياتنا بعد القيامة وإحنا عايشين الأفراح دي في الخمسين المقدسة، نسبح كتير، نصلي كتير، نقول تسبيحة كتير، نقول مدايح كتير، نقرأ كتاب مقدس كتير، نصلي كتير، كل أسوار الشر والخطية اللي في قلوبنا كلها تتهد من غير ما نبذل مجهود، من غير ما أقعد أقاوح وأجاهد وأعمل. كمان الخمسين المقدسة دي يقولك ما فيهاش صوم خالص، ممنوع حد يصوم، ما
ما تقولش طب أنا النهاردة الجمعة لا ما فيش صوم جمعة، طب الأربع لا ما فيش أربع، طب مش عارف إيه. 50 يوم ما فهمش صوم، 50 يوم ما فهمش سجود، يعني ما حدش يسجد للأرض. فيش حاجة اسمها نسك بقى اللي هو الواحد يسجد، مع أن إحنا كنا في أسبوع الألام وفي الصوم، كل يوم في القداسات بتاعة الصوم نسجد ونقوم، نحني ركبنا ونقوم، ثم نقف ونحني ركبنا، وبعدين نقف تاني ونحني ركبنا. في 50 المقدسة لأ ليه؟ هي حد من القديسين قال كلام حلو قوي هنا. قال إيه يا ميرا؟ قال إحنا في الصوم، في فترة الصوم ربنا بيقول لنا جهدوا علشان يعني اعلنوا حبكم ربنا بأنكم تجهدوا كده، لو بتحبني صحيح اعمل كده، لو بتحبني صحيح اعمل كذا. قال لك بقى في 50 المقدسة لو بتحبني من غير ما أقول لك جاهد، هل هتحبني؟ يعني بيسموها الحب الاختياري، يعني أنا بحبك مش لأنه لازم أعمل مطانيات، ومش لأني هصوم، ومش لأني من غير كل الكلام ده، أنا هعلن لك حبي باختياري بإرادتي، وأنا بمزاجي بحبك يا رب. فترة 50 المقدسة هي عبارة عن مجموعة أحد برضو، وكل أسبوع أو كل حد ليه رحلة زي رحلة الصوم الكبير والأحد بتاعت الصوم الكبير. هقولك على آية يا ميرا وعايزك تقوليها ورايا، هي الآية اللي ممكن نعيش بيها فترة 50 المقدسة. قولي ورايا يا ميرا. هتقولي ورايا؟ ماشي يا أبونا. مع المسيح صلبت. مع المسيح صلبت. مع المسيح صلبت ده كانت في الصوم ولا أسبوع الألام ولا في 50؟ أسبوع الألام. برافو عليك. طيب أنا هخش على 50 بقى. فأحيا لا أنا، فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. بل المسيح يحيا فيا. يعني إيه؟ يعني أنا لو اتصلبت مع المسيح ورميت كل الخطايا وعشت بالمسيح المصلوب الجميل ده، هعيش في 50، مش أنا اللي هعيش، ده المسيح اللي فيا هو اللي هيعيش. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هي دي 50 المقدسة. عرفتي إيه هي 50 المقدسة؟ آه يا أبونا تمام. وعرفتي الأعلام البيضة والسطور البيضة ليه بنعملها في 50؟ تمام يا أبونا فهمت. وعرفتي ليه مش بنصلي أو بنقول السنكسار اللي فيه سير القديسين في القداس؟ أيوة. وعرفتي النغمة الفريحي والدف؟ أيوة يا أبونا فهمت كل حاجة. أنت بنت هايلة، وكل سنة وانت طيبين يا ميرة. وقصك طيب. هستناكي الحلقة الجاية، وهستنى سؤال جديد علشان نفرح كلنا مع بعض ونفهم إجابة جديدة ونفرح بكنيستنا. ماشي يا ميرا؟ ماشي يا أبونا. ربنا معاك يا بنتي. سلام يا أبونا. سلام يا بنتي. ربنا معاك. باي باي.